من ورا مكتبك يا هاني. عامل ايه يا حسن؟ والله كنت غلبان من غيرك. ايه؟ بقالي كتير ما سمعتش حاجة منك. ال هقول لحضرتك، البنت سميرة سابت الجمعية ورجعت لستها وده كلام نهائي. وايه تاني؟ والله في حاجة بسيطة كده بس مش عارف إذا كانت يعني تهم حضرتك ولا لأ. ما تخلص يا حسن، ما تضيعليش وقتي. طيب، في اليومين اللي حضرتك كنت مش موجودة فيهم لاحظت كده جو أمبيانس يعني ما بين الأنسة إيمان والأستاذ أسامة. أنت متأكد؟ عيب يا هاني، ده تخصصي. شفت إيه بالظبط يعني؟ يعني كل ما بدخل عليهم المكتب بلاقيهم في قمة الانسجام، وهاتك يا رغي طول اليوم. غير إنها بقى بتجيب له معاها سندوتشات كل يوم وهي جاية من البيت، ده حتى بطل يعبر بوفيه عندي، ينفع كده؟ اللي أنت بتقوله ده مش دليل على أي حاجة. ليه؟ ده المؤاخذة يعني دليل إيه تاني اللي حضرتك عايزاه؟ طب بص بقى، أنت هتفضل عينك عليهم طول الوقت، بس طبعًا من غير ما يحسوا إن أنت بتراقبهم. طمني سعادتك، أنا بقيت حافظ الشغلانة دي كويس أوي. بعد إذنك.